النهاردة هنحيي مع حضراتكم ذكرى ميلاد الفنان الراحل سامي العدل. أستاذ سامي كان عاشق للفن، جسد أدواره وشخصياته المختلفة باحترافية مطلقة في كل الأعمال السينمائية والدرامية اللي شارك فيها. محطات فنية متميزة في حياة الراحل سامي العدل هنستعرضها مع حضراتكم في هذا التقرير. تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل سامي العدل الذي ينتمي لعائلة فنية عريقة هي عائلة العدل، والذي يعد واحداً من مشاهير الفن الحديث في مصر. ولد سامي العدل عام 1946 في مركز ذا كيرنس بمحافظة الدقهلية، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية. عشق سامي العدل كل ما يتعلق بالفن والتمثيل منذ صغره، وكان يبحث دائماً عن أي فرصة تؤهله للعمل في السينما. وبعدما انتهى من مرحلة الثانوية العامة قرر التقديم في اختبارات المعهد العالي للفنون المسرحية وتم قبوله، وبدأ في دراسة الفن، وبدأت رحلته مع التمثيل من خلال فيلم كلمة شرف أمام الراحل فريد شوقي عام 1972. تحت أمرك طبعاً هكون موجود، أولاً عشان أشوف بنات رسم بيه، وثانياً عشان أبقى جنبك. حاضر حاضر، ومعايا كل الأوراق. أي أوامر يا فندم؟ تحت أمرك. ركز سامي العدل اهتمامه على الدراما التلفزيونية، وقدم العديد من المسلسلات الناجحة، منها البركان والحرام لك وبلاغ للنائب العام وتاهت بعد العمر الطويل وحديث الصباح والمساء ولقاء على الهواء. اشتهر الفنان سامي العدل بلقب حمامة السلام بسبب عقد لقاءات المصالحة بين الفنانين، وكان دائماً مسانداً للفنانين الشباب وداعماً لهم. ومن أبرز الأعمال السينمائية التي شارك بها الفنان سامي العدل مذبحة الشرفاء، والطريق لمستشفى المجانين، والديلر، والغواص، وأريد خلعاً، وكلام في الحب، وهروب المومياء. رحل الفنان الكبير سامي العدل عن عالمنا يوم العاشر من يوليو عام 2015 عن عمر ناهز 68 عاماً، وشارك في الجنازة والعزاء عدد غفير من نجوم ونجمات الفن في مصر والوطن العربي.